ليلة أخرى مختلفة في غزة بدأت بسلسلة غارات وصفت بالأعنف على الإطلاق منذ بدء الحرب. تلاها توغل بري إسرائيلي واشتباكات مع الفصائل الفلسطينية. الجيش الإسرائيلي أعلن أن 100 طائرة شاركت في القصف، ومئات الصواريخ استهدفت نحو 150 هدفاً لحماس تحت الأرض. إسرائيل قصفت أمس آخر خطوط الاتصالات، فانقطعت بالكامل مع الإنترنت عن القطاع، وعاش أهالي غزة يوماً جديداً دون ماء ولا دواء ولا غذاء ولا إنترنت ولا اتصال، تاركاً من نجا من هول القصف في حالة من الذهول والصدمة. راح أحكي لكم شو اللي بيصير في غزة، وأنا آسف لهذا الظرف اللي أنا فيه، بس الله يعلم كيف أنا الظروف اللي حصلت فيها على إنترنت. إحنا بنمر في ظرف صعب جدا، ظرف لا يمكن لأحد تخيله، ظرف لم يمر على تاريخ الصراع الفلسطيني على الإطلاق. الجيش الإسرائيلي قال إن عملياته البرية ستتوسع وسط تلميحات بأن تستمر لوقت طويل، داعياً سكان مدينة غزة للتحرك جنوباً. בשעות האחרונות הגברנו את התקיפות בעזה. חיל האוויר תוקף באופן נרחב מטרות תת קרקע ותשתיות טרור באופן משמעותי מאוד.